عادة الباشا أول ما حاجتي ترجع لي تاخد حسنتك وفوقيها بوسة. راح فين يا فنانة؟ لا مؤاخذة يا باشا، خضتني، ده بيتنا وأنا ساكنة هنا، بلاش أطلع بيتنا. وريني الشنطة دي. بتفتشني بأمارة إيه؟ معاك إذن؟ شوية كده شوية. الله، ده حسن ده طلع خطه حلو قوي. صدقني انا كنت فاكرك فنانه، بس طلعتي كمان شغاله في البوسطه. حسن فين؟ متأمن يا باشا. ماشي. أمين. نعم. متأكد إن تسليم هيبقى هنا؟ طبعا يا باشا، متأكد 100%. طيب ادخلوا هاتوا لي الواد ده من جوه. الله، واحنا مش هننزل معاهم ولا ايه يا باشا؟ لا. شلبي ما دخلش، لازم يدخل والا كل حاجه هتبوظ. خليكي هنا واوعي تتحركي مهما حصل. وانت هتروح فين؟ لازم اتصرف. طب خلي بالك من نفسك يا حسن. خليها على الله. مش قلت لك يا باشا لازم ننزل؟ فين أوضة التحكم بتاعت الملاهي دي؟ معرفش يا باشا. انت هتنطع ولا قتلك؟ هنطع يا باشا. هو ده المكان؟ ما قلت لك ايه العربيات دي؟ تلاقي عربيات الناس اللي جايين يشتروا منهم الحتة. على الله تكوني بتكذبي، تبقى نهايتك على ايدي. هو في حد يقدر يكذب على الحكومه؟ لا، احنا ما اتفقناش على كده يا باشا. ولا كلمه. يا حسن، يا حسن، عندي حاجه تهمني. شركتك معاي، سلم الأمانة اللي عندك وتعال خد أمانتك. نبوي. ايوه تعال. أه؟
اي حد هيقرب هفرغ الطبنجه في القعر عند ضيفه دي. انت اتجننت يا امين؟ انت فاهم انك هتفلت من ايدي؟ وانت فاهم ان انا ممكن اخون صاحبي؟ لا جدع يالا، ولا حركه ولا اذن. ارمي السلاح، ارمي السلاح، انتوا موجود عليكم كلكم، ضموا على بعض، ضموا على بعض. ما عملتش حساب المصيبه دي ليه في خطتك يا ابو العريف؟ خليها على الله. هي دي بقى الحته اللي عمالين يتخانقوا عليها من الصبح؟ تستاهل يعني القلق ده كله؟ لا مؤاخذه يا باشا، في سوء تفاهم. الحته دي بتاعتي. تقولش بتاعتي، الحته دي بتاعت مصر، وهي رجعت لمصر. ترجع؟ ترجع مين يا باشا؟ لا انا بقول نتفاهم احسن، لان الحته دي ممكن تطير فيها رقاب. طب ما هي هتطير فيها رقاب، انت مستعجل على ايه؟ وليه تعوز ايدك دم يا باشا؟ كل حاجه وليها تمن. تمام، والتمن اللي تطلبه سيادتك احنا سدادين. انت ممكن حضرتك يعني تخلينا نسافر وحلال عليك كل الفلوس، ووفر على نفسك يعني سين وجيم. ومين قالك انه هيكون فيها سين وجيم ولا نون حتى؟ العمليه هتخلص زي الفل. اديكوا بقى وقعتوا في ايدين اللي ما بيرحمش. طب المره اللي فاتت طلعتنا احنا اللي قتلنا يا باشا، المره دي هتطلع منها ازاي؟ كل مشكله وليها حل، بس الواحد يشغل دماغه. مجموعة من الخارجين على القانون وخلصوا على بعض. بسيطة. ارمي سلاح يا سعيد. المكان كله محاصر. مفيش داعي للمقاومة. تمام يا فندم. سيادتك المتهمين كلهم هم وادي الحتة اللي كانوا عايزين يبيعوها. اتفضل سيادتك. الكلام ده تقوله في النيابة. بعد ما تسمع وتشوف الأدلة الجديدة. بعد إذنك يا باشا، بس كلمة لسعيد بيه. يا باشا انت افتريت عليا، بس مسامح كريم وأنا مش كريم. الله ينور يا صاحبي. لولا ستر ربنا كان زمانك بتقول الله يرحمك يا صاحبي. بس انت ما قلتليش ان سعيد العراقي جاي. يا عم قلت لك خليها على الله. يلا حسن. يلا يا باشا. ايه انت نسيت اتفقنا ولا ايه؟ يعني بخصوص السجن وكده، ودي حاجه تتنسي. هي مش سنه السجن برضه بثلاث شهور؟ تسعة حبيبي. بقت بتسعة. ممكن سنه واحده يا باشا. ترجع لي يا حسن. خلي بالك من نفسك، اوعي تاني مره تسوقي وانت بتتكلمي في الموبايل. انا هستناك يا حسن، اوعى ما ترجعليش يا ابو علي.